بالتحليلية. مواقف العرور تفاجئ تل أبيب، وتبني حماس عملية حوارة يربك حساباتها، أي خيارات؟ سعي لتوحيد صفوف اليسار الفرنسي في الانتخابات الأوروبية، هل تنجح المبادرة في كسر توسع اليمين؟ برلمان للحيوانات في سويسرا، أي أهداف للمطالبة بمشاركة ممثلي الحيوانات في الحياة السياسية؟ في وثيقة اليوم، عجز الميزانية الأمريكية ينفجر على نحو غير مسبوق، بلومبرغ تحذر من مرحلة ما بعد انتهاء حالة الطوارئ التضخمية. وفي قضية اليوم، تصعيد في الدعاية السلبية الأمريكية ضد الصين، أي أبعاد لهذه الهجمة وما مآلاتها وكيف تواجهها بكين؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.